وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في هذا الاختبار المقترح بالنسبة لهذا الفصل، الفصل الثالث. إذن فلنبتدئ على بركة الله. إذن شكل الاختبار سيكون على النحو التالي. إذن كالعادة عدنا النص وعدنا الأسئلة، رح نقرأ قبل النص ثم نجيب على الأسئلة. لو ميساجي دالا، إذن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نيلو 12 ربيع الأول دي عام الفيل، يعني ولد عام 12 ربيع الأول ويقال له عام الفيل. كي كوريسبون على لون 571 على ماك، يعني والذي يوافق عام 571 بمكة، ولد يعني بمكة. أسانيسونس عند ولادته محمد نقصد به صلى الله عليه وسلم في كونفيه حليمة السعدية، يعني عهد إلى حليمة السعدية. كي لوي سيرفي دو نوريس، يعني والتي كانت مرضعته. أبخي لا مور دو سي بارون، وبعد موت والديه اي دو سون غران بير وجده، il fut confié à son oncle أبو طالب، يعني عهد إلى عمه أبو طالب. دي سا جونيس عندما كان شابا، لو ميساجي دالله a exercé le commerce، يعني عندما كان شابا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتهن او مارس التجاره لو كوميرس avec sa femme خديجه، مع زوجته خديجه. il a été connu، وكان معروفا auprès de sa tribu، عند قبيلته اللي سموها قريش، يعني قريش، par sa sincérité، يعني كان معروف بصدقه. il le surnommait الامين، وسمي محمد الأمين أو أطلق عليه اسم الأمين. الاج دو 40 وفي سن الأربعين، لونج جبريل الملك جبريل لوي ريفال لي برومي فيرسي كورانيك، الملك جبريل أنزل له أول آية لي برومي فيرسي كورانيك، أول آية قرآنية، والتي كانت كفور دو سورة العلق، يعني والتي كانت من سورة العلق. لي او نو دو تون سينيور، يعني اقرأ باسم ربك. دي ريفيلاسيون كي دور 23 ans، والوحي هذا الذي استمر لمدة 23 سنة. ابخي لو بيليغيناج دو لاديو، يعني بعد حجة الوداع، لو بروفيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم توم مالاد اي مور دون لا ميزون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ويموت في منزل دو سوني بوز زوجته عائشة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مرض ومات في منزل عائشة رضي الله عنها، ويكتاش لوي جوان 632، يعني في الثامن من حزيران عام 632. إلاس النيغيتاج فابولو، يعني ترك إرثا رائعا أو قيما أو مسلمون للمسلمين دو موند أنتي، في جميع أنحاء العالم. سا سكسيسيون في أسوري بار سون فيديل كومبانيون أبو بكر، وتم ضمان خلافته، سكسيسيو هي الخلافة، من بعده من طرف رفيقه المخلص أبو بكر. إذن هذا فيما يخص النص. نمر إلى الأسئلة. لي كيستيون سو تيكست اي، هذا النص شني؟ ان في ديفير، يعني حدث، اون استوار قصة، اون بيوغرافي اللي هي حياة شخصية. إذن هو بطبيعة الحال اون بيوغرافي، لأننا رانا نتكلموا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دوزيامو كومبليت لو تابلو سويفون، اكمل الجدول التالي. كي من، على ما رانا نتكلموا، دات اليو دو نيسونس تاريخ ومكان الازدياد، دات دو ديسي تاريخ الوفاة. اذا لما نرجع للنص نصيب هنا شكون نتكلموا عليه، نتكلموا على محمد صلى الله عليه وسلم. اذا تاريخ ومكان الازدياد لو 12 ربيع الاول عام الفيل على مكة، يعني في مكة. اما وفاته كانت لوي جوان 632. إذن هذه المعلومات اللي طلب مني في الجدول. إذن محمد لو 12 ربيع الأول على ماك 8 جوان 632. ثالثيم كيستيون شوازي لي دو بون ريبونس، كاين جوابين صحيحين فقط من هذو أربعة. إذن محمد صلى الله عليه وسلم إيتي كوميرسون، كان تاجرا. إذن لما نرجع للنص نقولوا هنايا لو ميساجي دالله أ إكزارسي لو كوميرس، إذن إجابة
صحيح، إذا هذه الجواب الأول. الجملة الثانية، لا بروميير سورات ايتي الإخلاص، الصورة الأولى كانت الإخلاص. إذا لما نرجع للنص نصيب باللي الصورة الأولى كانت الألق، يعني صورة العلق، إذا إجابة خاطئة. الجملة الثالثة، سون فيدال كومبانيون ايتي عمر بن الخطاب، إذا رفيقه المخلص كان عمر بن الخطاب. لما نرجع للنص نصيبها في آخر النص هنايا، سون فيدال كومبانيون أبو بكر، إذا إجابة خاطئة. أما الإجابة أو الجملة الأخيرة، il décède dans la maison de Aïcha، يعني مات في منزل عائشة. لما نرجع للنص نصيبها dans la maison de son épouse Aïcha، إذا إجابة صحيحة. إذا voilà les deux bonnes réponses. Quatrième question. Réponds par vrai ou faux، صح أو خطأ. محمد صلى الله عليه وسلم est mort après le pèlerinage de la Dieu، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع. إذا بطبيعة الحال إجابة صحيحة. هاي وين عندك؟ إذا il tombe malade et meurt dans la maison، إذا بعد حجة الوداع مات النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement، il fut confié à son grand-père، عهد إلى جده. إذا لما نرجع للنص نصيب هنا il fut confié à son oncle، يعني عهد إلى عمه. إذا إجابة خاطئة. Sa tribu، يعني قبيلته، s'appelle Quraysh، اسمها قريش. إذا لما نرجع للنص نصيبه هنايا sa tribu Quraysh، إذا إجابة صحيحة vrai. الجملة الأخيرة، sa mère est حليمة السعدية، أمه هي حليمة السعدية، إذا بطبيعة الحال هي إجابة خاطئة لأن أمه هي آمنة. إذا الإجابة هنايا حليمة السعدية كانت مرضعته، servie de nourrice، إذا إجابة خاطئة. إذا هذا بالنسبة للسؤال الرابع. Cinquième question، choisis la bonne réponse، اختر الجواب الصحيح. Son épouse veut dire، son épouse هذه واش معناها؟ معناها sa soeur، أخته، sa femme زوجته، sa fille بنته. إذا épouse هي sa femme. B، un compagnon، un compagnon signifie، واش معناها un compagnon؟ معناها un ami، un voisin، un ennemi. إذا بطبيعة الحال compagnon هي un ami، يعني رفيق أو صديق. Sixième question، relève du texte، استخرج من النص. Un mot de la même famille que message، يعني استخرج كلمة من نفس عائلة message. والسؤال ب، un nom propre، وقال لك خرج لي اسم علم. إذا لما نرجع للنص ميساج، le mot de la même famille هي messager، أو يشبه له في لغة ديكال، زدنا له فقط ER. أما بالنسبة لو nom propre عندنا بزاف، عندنا محمد، عائشة، أبو بكر، هذو كامل أسماء علم، وعندنا أيضا مك، يعني مكة. إذا الإجابة كالتالي، le mot de la même famille que message est messager. أما فيما يخص le nom propre محمد اي مك، يعني اسم انسان واسم بلد، هذا هو لو نوم بروبر. سيتيم كيستيون، رومبلاس لي مون سوليني بار ايل لوي سون لو بروفيت، قال لك عوض لي الكلمات المسطر تحتها باحدى الكلمات التاليه. اذا نعاود الجمله نكتبها كما هي، جبريل فيان شي محمد، جبريل اتى عند محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، باش نقدر نعوضو، نعوضو لو بروفيت يعني النبي. Et il récite à Muhammad la première، وأعطى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أول آية. إذن il récite à Muhammad، هنا كلمة معادة، à Muhammad نحذفها ونحط في مكانها. وش نحط في مكانها؟ ما دام أن هذا verb، إذن هذا complement d'objet indirect لأنه مسبوق بالأ، وإحنا قريناها في المراجعة اللي تكون مسبوقة بالأ نعوضها بالوي. إذن هذه à Muhammad نحذفها وفي مكانها نحط الوي. وين نحطها؟ نحطها قدام الفعل، نقولوا إيل لوي غيسيت ونكمل الجملة تاعي عادي. ويتيم كيستيون، مي أو بريزون، صرف في زمن الحاضر. لو بروفيت سو ماري ا خديجة، يعني النبي تزوج بخديجة. إذا نعاود الجملة هنا كيفاش نصرفها؟ نصرفها سو ماري، نحذف الأو آغ ونديرو أو. لماذا؟ لأنه لو بروفيت نعوضوه بالإيل. إذا هذا سؤال إضافي خارج من الموضوع هذا، برك حبيت نزيدكم سؤال إضافي باش تعرفوا كاع الأسئلة اللي ممكن تطيح لكم في الاختبار. إذا غولاف دو تيكست دو سيبستيتيو ليكسيكو دو محمد، قال لك خرج لي زوج بدائل معجمية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وخرج لي دو سيبستيتيو غراماتيكو دو محمد، وخرج لي ثاني زوج بدائل نحوية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما نرجع للنص نشوفوا البدائل المعجمية. إذا محمد باش عوضناه؟ محمد صلى الله عليه وسلم عوضناه بالأمين، وعوضناه أيضا بلو بروفيت. إذا هذا هو
لي سيبستيتو ليكسيكو. اذا محمد الامين ولو بروفيت هادو لي سيبستيتو ليكسيكو. اما فيما يخص لي سيبستيتو غراماتيكو كاين بزاف. شوف معايا هذه اللي تعوضوا الصون، اذا جده لما تعود لها تعود الى محمد صلى الله عليه وسلم. كاين ايضا إيل شكون هو؟ اذا محمد صلى الله عليه وسلم. كاين لوي ايضا محمد صلى الله عليه وسلم. كاين صون ايبوز زوجته، زوجة من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه كلها سيبستيتو غراماتيكو. اذا نكتفي فقط بالإيل، والله دير ثاني معها صون، قال لي زوج. هذا ايضا سؤال اضافي، قال لك حط في المكان الفارغ سو 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 اي اي. اول شيء نشوف الفراغ الاول، غارسون. غارسون هو ولد، اسم مفرد مذكر. اذا باش نعوضه، هذا تاع الجمع، هذا تجي قدام الفعل، وهذه فعل، وهذه ربط بمعنى و. اذا كاين هذه فقط سو، اذا هذا الولد سو غارسون ماسكي سوني با مون فرير، يعني ليس اخي. الجمله الثانيه إيل، وعدنا فيرب وتخص حاجة. إذا دائما كي يعطيك ضمير ويعطيك فعل وتخص هنايا لابد أنك تحط سو، هذا يسموهم لي فيرب برونومينو. إذا إيل سو كوش طاغ، هو ينام متأخرا. أما فيما يخص الجملة الثالثة، مادام عندي أو إن تي يعني الجمع، إذا نحطه سو. إذا سو كي غانيوغون سوغون ريكومبونس، يعني من الذين يفوزون سيكافئون. إذا الجملة الأخيرة سون بونطالون، وعطى لي بلو اللون. اللون دائما ما يسبق بالفعل اتر، يعني لو فيرب اتر، وعدي هنايا او اس تي. إذا سون بونطالون اي بلو اي إلي ديشيغي، إذا سرواله أزرق وممزق. إذا هذه هي السؤال الإضافي من موضوع آخر. نرجع إلى السوجي تاعنا، مي أو بلوريال، يعني حول إلى الجمع. Il exerce le commerce avec sa femme. هو مارس التجارة مع زوجته. إذن لما نجي نرجع الجمع، il ترجع il avec s. exerce هذا فعل حذاري تزيد له s. إذن exerce يولي ent لأنه مع ال il avec s. le commerce تبقى هي avec sa femme. ما تعودش sa femme، تولي avec leur femme، يعني هم مارسوا التجارة مع زوجاتهم أو مع نسائهم. كاين بعض التلاميذ يدوخ في هذه، شوف معايا باش ما نزيدش الدوخ. اذا نعطيكم المثال الاول، إيلا فوندو سا ميزون، هو باع منزله. هذا عندنا شخص واحد ومنزل واحد نقولوا سا. اما اذا كان عندي شخص واحد وعنده منازل بزاف نقولوا إيلا فوندو سي ميزون. في الاولى قلنا باع منزله، وفي الثانيه باع منازله. المنازل بزاف واللي يملكهم واحد، هنا المنزل واحد واللي يملكهم واحد. نمر الى الحاله الاخرى، ils ont vendu leur maison. اذا هم باعوا منزلهم، عندهم دار واحده باعوها وتقاسموها. اذا هنا عندي المالكين بزاف والدار عندي واحده نقولوا leur. اما اذا كانوا عندي المالكين بزاف والديار بزاف نقولوا leur avec s و maison avec s. نعاود نشرح، هنا هو باع منزله واحد، هو باع منازله بزاف، هم باعوا منزلهم منزل واحد ويشتركوا فيه بزاف، وهنايا هم باعوا منازلهم، كل واحد عنده داره وباعها. اظن انه الفكره واضحه. السؤال هذا اضافي ايضا، لي زابيتون دو بورتوغال، هذا ثاني يقدر يطيح لكم السؤال كما شرحته في المراجعه. لي زابيتون دو بورتوغال يعني سكان البرتغال، واش يسموهم؟ يسموهم لي بورتوغي. اما فيما يخص لي زابيتون دو لا فرانس، سكان فرنسا سموهم لي فرونسي. اما فيما يخص سكان انجلترا، لي زابيتون دو لانجلتير، اذا سموهم لي زونغلي. وحذاري ثم حذاري ثم حذاري، شوف كاني كاتبهم بحرف كبير لانه السكان قلنا نكتبوهم افيك اون لتر ماجيسكول. سؤال اضافي اخر، سيت اكريفان الجيري اكري اون لانغ فرانس. هذه عباره عن صفات يقول لك اكمل. إذا هذا الكاتب الجزائري الجيري يولي الجيريان. إكري أون لونغ فرونسيز، علاش درنا فرونسيز؟ لأنه لونغ هي اسم مؤنث، أون لونغ فرونسيز. أظن الفكرة واضحة. سؤال إضافي آخر، غولاف دو تكست أن سيبستيتيو لكسيكو إي أن سيبستيتيو غراماتيكال كي ديزين لو بيرسوناج. إذا شوف معايا النص هذا تاع أحلام مستغانمي، قال لك خرج لي بدائل معجميه وبدائل نحوي. اذا البدائل المعجميه تاع اللي تعوض احلام مستغانمي، واش نقولوا؟
نقولوا رومانسيير يعني روائية، وأيضا عندنا ساتارتيست هذه الفنانة، إذا هذو بدائل معجمية. أما فيما يخص البدائل النحوية باش نعوضوا أحلام مستغانمي، نعوضوها بسون بار، إذا أبوها، إذا سون بديلة نحوية. أيضا عدنا آل هي ترجع ليها، وعدنا سون، إذا يوجد الكثير في هذا النص، نكتفي بهاته الكلمتين، إذا سون وآل. سؤال آخر، غولاف دو تكست أن أدجيكتيف دو ناسيوناليتي إي أن بارتيسيب باسي، قال لك خرج لي صفة تاع جنسية وخرج لي أيضا بارتيسيب باسي، إذا نحوسوا على الصفة تاع الجنسية، إذا إكريفان ألجيريان يعني كاتبة جزائرية، إذا هذه هي الإجابة. أما فيما يخص البارتيسيب باسي كاين كلاسي، هاو لوكسيليار اتخنا او اس تي، وتبعوا كلاسي، هذا نسموه بارتيسيب باسي. اذا هذه اسئله اضافيه حبيت اني نضيفها باش تكون في الاختبار ان شاء الله كل الاسئله ملم بها كاع فات عليك. في الاخير بقات الفقره الكتابيه برودكسيون اكريت، غيديج لا بيوغرافي داسيا جبار، قالك اكتب لي البيوغرافي تاع اسيا جبار، سون فغي نو اسمها الحقيقي فاطمه الزهراء، دات اليو دو نيسونس مكان وتاريخ الازدياد لو 30 جوان 1939 اشرشاد، ناسيوناليتي الجيريان، ميتي المهنه تاعها اكريفان كاتبه، هيستوريان مؤرخه، فيلسوف فيلسوفه، بروفيسور دون بليزيور يونيفرسيتي دون لو موند، استاذه في العديد من الجامعات في العالم، ليفر الكتب نتاعها لا فام سون سيبيلتور، وعندنا لو بلون دو لالجيري. دات دو لا مور تاريخ الوفاة لو 6 فيفري 2015 ا باري، ماتت في باريس. اذا ركز معي جيدا، كنت شرحت سابقا كيفاش نكتبوا هذه لا بيوغرافي في المراجعة، ركز معي جيدا. اذا هذه هي لافيش اللي عطاها لي، اولا دائما ما نبدا بالاسم، اذا اسيا جبار دو سون فرينو فاطمة الزهرة، ها اسيا جبار دو سون فرينو فاطمة الزهرة، من بعد واش نكتب؟ نكتب وقتاش زادت وين، اذا اني ما تنساش او دو فيمينا لانها امراه، اني لو 30 جوان 1939 اشرشال، هاي مكتوبه عندي كما هي. الي اونيك خيفان الجيريان ديكسبريسيون فرونسيز، يعني هي دوك ندير المهنه تاعها كاتبه جزائريه باللغه الفرنسيه، ونزيد ثاني هيستوريان، نزيد فيلوزوف، وبروفيسور دون بليزيور يونيفرسيتي دو لو موند، درتها كامل. من بعديها واش ندير؟ اذا دوك ندير واش دارت الاعمال نتاعها والكتب نتاعها. ال ا ايكري بليزيور ليفر، هذه احفظها، ال ا ايكري هو كتب، او ال ا ايكري هي كتبت، اذا ال ا ايكري بليزيور ليفر نوتامو، كتبت العديد من الكتب، اذا نكتب اللي عطاهم لك، اذا لا فام سون سيبولتور و لو بلون دو لالجيري، اذا هذا فيما يخص الاعمال نتاعها. بقات لي دوك الوفاه نتاعها نقولوا ال اي مورت، ركز فيها مليح الاجابات هذه او العبارات هذه لازم تشفع عليهم، ال اي مور كي يعود ماسكولا، ال اي مورت كي تكون فيمينا، اذا ال اي مورت لو 6 فيفري 2015 ا باري، اذا هذا بكل سهوله. هذا بالنسبه لاختبار هذا اليوم، اذا ما علي الا ان اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء، نتمنى لكم التوفيق في الامتحان هذا، اذا في فيديوهات اخرى ان شاء الله، لا تنسونا من دعائكم، سلام.